صباح الخير على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم أكيد ميد غاديو. إن شاء الله يوم جمعة مبارك نتمنوه للجميع. اليوم في موضوع من خلال برنامج صحة وسلامة غادي يكون على الخميرة البلدية، فأنا كنقول نزولا عند رغبة وطلب الكثير الكثير من المستمعين الكرام اللي دائما كانوا كيلحوا لأنه نطرقوا الموضوع ديال الخميرة البلدية مع الأستاذ محمد الحليمي الأخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. فإن شاء الله هي الموضوع ديالنا اليوم. مرحبا بكل تساؤلاتكم على 05 22 51 82. ما تنسوش كذلك رقم 5080، كتبوا في أول SMS أو الرسالة اللي غادي نتبعتوها كلمة صحة SHA، خليوا فراغ صغير وبعتوا بسؤالكم للرقم 5080 وثم SMS هو السديل درهم مع حساب الرسوم. مباشرة غادي نمشيو عند الأستاذ محمد الحليمي، نقول لي صباح الخير، جمعة مباركة إن شاء الله. تحية لك أختي عفاف، وتحية فريق العمل، وتحية المستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. وكنقول المغادة وشتكم مبروكة، وإن شاء الله نتمنى صلاة الاستسقاء، ربي يستجب الدعاء إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله، شكرا لك أستاذ محمد الحليمي. فكيف ما لاحظتي في الحلقات السابقة في الاتصالات ديال المستمعين الكرام دائما كانت كتجي وقتاش غادي نتكلموا على الخميرة البلدية، فاليوم الحمد لله احنا وفينا بالوعد وهي الموضوع ديالنا من خلال برنامج صحة وسلامة. فأستاذ محمد الحليمي في البداية بالنسبة للخميرة البلدية، وأنت لأنك كنت كتشير ليها في أغلب الحلقات وكتقول ما كرهتش على أنه الناس يرجعوا لهذا العادة ديال زمان ما كانش الخميرة المصنعة نهائيا، الأمهات والجدات كانوا كيستعملوا فقط الخميرة البلدية اللي كيحضروها على يديهم في الدار. فشنو اللي كيخلي الأهمية ديال الخميرة البلدية بهذا القيمة الكبيرة؟ نعم، أكيد لما كتحدثوا على المغرب ولما كتحدثوا على الأهمية ديال العادات والثقافة الغذائية المغربية، لأن عادة شيء والثقافة شيء، لأن الثقافة كتكون عن علم وكتكون أشياء متجدرة، أشياء اللي هي مدروسة علميا. لما نتحدث عن المغرب أنا كنقول دائما لا صحة بدون خميرة بلدية، باش نحسمو في هذه المسائل. علاش؟ وخصوصا المغرب وشمال إفريقيا، لأن المغرب حنا كنستهلكو الخبز بواحد الكمية اللي هي أكبر من بعض الدول، وهذا ليس عيب وإنما جيد جدا. غير هو الخبز اللي كنستهلكو خاصة تكون بالمعايير اللي تسمح لنا أننا نسميوها خبز، كما كنا هضرنا عليها، كنا هضرنا على 4 ديال المعايير باش أننا نقولوا هذا الخبز راه فعلا هي خبز. كنا قلنا أول حاجة خصو يكون القمح الكامل، القمح الكامل المغربي اللي كنقولوا حنا القمح الصلب المغربي اللي هو القمح ديالنا ديال المغرب. ثانيا يكون بالخميرة البلدية. النقطة الثالثة قلنا الفرن خصو يكون فرن كهربائي، يعني مادام العصر اليوم ديال ماشي ديال الحطب، يعني الإنسان ما يقدرش نقولوا الكل شغل الحطب، على ممكن الإنسان يستعمل الفرن الكهربائي. الناس اللي عندهم غير الأفران الكهربائية لا تصلح للطبخ. وآخر نقطة هي مسألة العجين. مسألة العجين قلنا الأمهات خصهم يرجعوا يعجنوا بيدهم ويبعدوا على هذه التقنية اللي ولا كيشروا هذوك الآلات باش كيعجنوا. نعم، النقطة من هذه النقاط هي اللي غادي نهضروا عليها اليوم إن شاء الله، هي النقطة ديال الخميرة البلدية. ما يتحدث الآن ما يتم تداوله من أخطار مثلا زيادة الوزن وأخطار الخبز، هي تحدث عن الخبز الأبيض مش الخبز الكامل، لأن الخبز الكامل مع الخميرة البلدية مع أنه طيب في الفرن مع أنه معجون باليد، هذا هو التعريف حقيقي ديال الخبز. علاش؟ لأن فيه واحد القوة. يعني أنا قلت شنو الفرق؟ اليوم عندنا أمراض، في الماضي القريب ما كانوش أمراض، شنو هو الفرق اللي كاين دابا وكاين اللي كان الأمس؟ هو أن اليوم ولات قوة كيميائية، ما بقاش قوة إحيائية بيولوجية، لأن يعني الإنسان هذه شحال كان كيعيش بقوة بيولوجية. شنو هي القوة البيولوجية؟ هي التخمرات، كان كيخمر الزيتون، كان كيخمر، كان كيدير الخليع، كان كيدير السمن، كان كيدير هادو كاملة، هادي كاملة هي مثلا الزبدة البلدية ولا السمن هي قوة بكتيرية، اللبن مثلا هي قوة بكتيرية، الخميرة هي قوة بكتيرية. ألوغ إنسان انتقل من هاد القوة الإحيائية البيولوجية البكتيرية ومشى القوة الكيميائية. شنو هي؟ المضافات الغذائية، الملونات، المحفزات، المنكهات، المحليات، هذه قوة كيميائية، هي صنع بشري. أما البكتيريا هي خلق إلهي. وبالتالي لا لا، بالنسبة للخميرة البلدية كان فيها خطأ كبير، هو خطأ ديال باستور، لأن هو الخطأ الكبير وكان خطأ علمي كبير. لأن نعم، طريقة التخمير هي طريقة خاصة تكون بكتيريا ماشي بالخمائر، يعني ماشي بالخمائر، خاصة تكون بالبكتيريات وما يسمى بالبكتيريا اللبنية. علاش؟ لأن جسم الإنسان هو جسم حي خاصة مادة حية. لما كنعطيوها الخميرة وخاصة الخميرة البلدية هي مادة حية، كيبقى جسم حي، وبالتالي باش يكون واحد التناسق، لأن دائما نبحث حنا عن التناسق في الحياة اليومية وفي أي حاجة الإنسان كيبحث على التناسق.
يعني الانسان ديما كيقول لك انا كنحاول تكون اشياء جميله هكاك الانسان، الانسان باش يكون لان يعني الانسان مخلوق عند الله سبحانه وتعالى عنده واحد الجمال لا في الشكل ولا في الوظيفه، ولكن باش يكون من الداخل كذلك واحد العمل اللي هو عمل جيد وعمل اللي هو طبيعي، لان الجسم ديالنا ما بقاش كيشتغل بشكل طبيعي لانه كيستقبل مواد غير غذائيه. الخميره البلديه من الاغذيه اللي هي والعناصر اللي هي كتعطينا واحد القوه للجسم، كتعطينا واحد النظافه للجسم، وكتحمينا من عديد من الامراض وكل الامراض اللي كنلاحظوها اليوم، وغادي نتحدثوا عليها بالتفصيل كيفاش الوقايه من هذه الامراض وكيفاش كتحمينا الخميره البلديه من هذه الامراض اللي ربما الانسان كيشوفها ربما كنستصغروا هذه الماده هذه، ولكن لما كنشوفوا في العمق البيولوجي ديالها ولما كنشوفوا في العمق ولما كنشوفوا ما تحت الميكروسكوب فهذه الماده كنلقاوها باللي انها كنز من الكنوز اللي كاينه في الطبيعه. نعم واخا غادي نرجعوا لعندك دائما الاستاذ محمد الحليمي، واليوم موضوعنا على الخميره البلديه من خلال برنامج الصحه والسلامه على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. مرحبا بتواصلكم معنا على 05 22 46 72 50 51 او 52. ما تنساوش كذلك رقم 5080 هو رقم من اجل التواصل معنا دائما عن طريق رسائل الاس ام اس غير في اول الرساله اللي غادي تبعتوها. ما تنساوش تكتبوا كلمه صحه تخليوا فراغ صغير وتبعتوا بسؤالكم لهذا الرقم. فمرحبا بكل تساؤلاتكم اللي عندها علاقه بالخميره البلديه وان شاء الله نجاوبوا عليها رفقه الاستاذ محمد الحليمي الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه الغذائيه. غادي نبقاو لحظه مع فاصل اعلاني وراجع لكم مباشره، بقاو معنا اكيد على ميد راديو دائما الاذاعه القريبه منكم في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه مع الاستاذ محمد الحليمي الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. مرحبا بكل تساؤلاتكم على 05 22 46 50 طبعا 72 50 51 او 52. ما تنساوش كذلك الرقم 5080 كتبوا كلمه صحه خليوا فراغ صغير وبعثوا بسؤالكم لهذا الرقم. الا سمحتي استاذ الحليمي معنا اس ام اس من عند مستمعه كريمه كتقول لك بغينا الطريقه ديال تحضير الخميره البلديه وكنا متوقعين هذا السؤال اليوم استاذ محمد الحليمي، فاحنا غادي نرجعوا ان شاء الله ونتكلموا على الطريقه ديال تحضير الخميره البلديه في الدار، لانه ربما كاين طرق كل سيده وكيفاش كتحضرها على طريقتها. شنو هي الطريقه الصحيه اللي بغينا نصايبوا الخميره البلديه في الدار؟ فان شاء الله نتعرفوا عليها اليوم مع الاستاذ محمد الحليمي. غادي نمشيو ناخذوا جميله معنا على الخط. صباح الخير جميله. الو صباح الخير. اهلا وسهلا بك يا جميله، مرحبا بك. مرحبا كلالا، مبروك عواشركم. علينا وعليك ان شاء الله. الله يخليك. انا بغيت نسول الدكتور. مرحبا. انا كنت كنستعمل الخميره البلديه ياك، كنت كنعجن بالليل، المهم الدقيق الكامل والفورص كنزيد فيه شويه، كنت كنعجن بالليل والغد اللي في الصباح كنت كنطيبو، مي انا ملي سمعت الفران ديال الغاز ما خصكش تطيبي فيه. دونك مع 7 الصباح ما ولا 6 الصباح ما كيكونش الفران ديال الزنقه محلول. اضطريت نزيد معهم، كنت دابا وليت كنفيق مع 6 الصباح كنعجن، كنزيد شويه الخميره، كندير الخميره البلديه، كنزيد شويه الخميره ديال المعجون. اييه كنخلط ديال الزنقه. اييه وكنخلطهم باش تخمر ليا زعما على اساس باش تنشي وجد لي الخبز. اييه زعما واش مش مزيانه ولا واخا. نجاوبوا على سؤالك ان شاء الله يا جميله، وشكرا على سؤالك لانه هذه النقطه كذلك مهمه بزاف استاذ محمد الحليمي. قبل ما غادي نجاوبوا على جميله وذاك الخليط اللي كيكون ما بين الخميره البلديه والخميره المصنعه، غادي نمشيو باش نتكلموا على الطريقه ديال تحضير الخميره البلديه. استاذ محمد الحليمي، ربما زمان كنا كنشوفوا الجدات ديالنا ذاك المساله ديال اللبن، كنا كنشوفوا دائما الا بغاو يحضروا الخميره البلديه اللبن خاصو يكون حاضر ضروري. نعم هو اولا الى لاحظتوا احنا ولا عندنا تقليد اعمى ديال الغرب في التقاليد ديالنا، مع العلم اننا كنصدروا التقاليد الجيده. هاد الناس ولاو كياخذوا منا تقاليد جيده وحنا كنديروا واحد التقليد اللي هو تقليد اعمى. كنعرفوا بان دابا في المانيا وفي الولايات المتحده الامريكيه وخاصه في سان فرانسيسكو كاين خبز معروف بالخبز الحامض ديال سان فرانسيسكو، كياخذوه الناس اللي كيبغيو هذه المسائل هذه. يعني حنا ولينا والمغاربه والعلماء المغاربه معروفين من الاوائل اللي اكتشفوا هذه البكتيريات اللي موجوده في الخميره البلديه، وبالتالي عفاكم راه حنا عندنا الثقافه ديالنا الناس كيستافدوا منها وحنا ما كنستافدوش منها، على الاقل حنا نستافدوا منها ونخليوها الناس تستافدوا منها. ديك الساعه الا بغى الانسان يستافد يعني هاد العلوم هي للبشريه وليست فقط لواحد الشعب. الوغ بالنسبه للقاعده انا كنقول الامهات بالنسبه للخميره البلديه ما كاينش عناصر، كاينه قاعده باش يعرفوها الامهات باش نخليو، لان بعض المرات الانسان كيدخل وكيقول كيفاش نوجدوا الخميره البلديه كيفاش نقادوها. هي القاعده بسيطه وسهله جدا وكانوا كيستعملوها دايوغ هاد شحال الناس القدام. لا احنا علاش كنقلبوا على البكتيريا لاكتيك او لما يسمى بالبكتيريا اللبنيه. البكتيريا اللبنيه كتنتج كتجي من النشويات، معنات ان الاعداد ديال الخميره كيفاش كنديروا، اما كنشدوا الشعير او القمح
يكون كامل بالنخله ديالو. أيه. يعني اما كنمزجوهم بجوج، الوغ كاينه النشويات كنزيدو معها ماء، كنزيدو نديروها في واحد اناء ديال الزجاج، كنخليوه مده 24 ساعه. واحد الذبابه كنسميوها حنايا ذبابه الخل، هذيك ذبابه الخل لما كتطلع فوق هذيك الخميره ثم كنعرفوا بان هاد الذبابه، لان هاد الذبابه الخميره البلديه فيها واحد الحمض يسمى حمض الاسيتيك. هاد الحمض الاسيتيك لما كتوجد هاد الخميره، لما كما كنقولوا حنا كتطلع وكتوجد، كتجذب لها هاد الذبابه، ثم كتكون الخميره راه وجدت يعني تقريبا 24 ساعه. اذا القاعده شنو هي؟ اننا كنشدوا الشعير يعني بالكامل او القمح الكامل او الخليط بيناتهم، ما كاينش مشكل، نحطهم في واحد الاناء، اقول او كرر اناء ديال الزجاج ولا ديال الفخار، ما يكونش اناء ديال البلاستيك داكوغ، ونحطوهم في واحد درجه الحراره اللي تكون شويه دافئه، ما يكونش واحد درجه الحراره اللي هي بارده، تكون درجه الحراره اللي هي دافئه وبعيده على الضوء. هنا كيكون عندنا التخمر، الوغ علاش؟ لان البكتيريا اللبنيه ممكن تجي غير من النشويات. إلا بغينا نسرعوا شي شويه، لكن اش كنقول، انا احترم الناس القدام، كنحترمهم احترام كبير جدا، كانوا علماء. الوغ لما كان الا بغينا نسرعوا شي شويه هذه العمليه، الناس هذه شحال، ماشي كنقول انا، كنقول انا الناس شنو كيديروا، لحقاش هو ما اثبتته العلوم. شنو كنزيدوا؟ كنزيدوا اما الشريحه او الماء ديال الشريحه، او لا كنزيدوا التمر او الماء ديال التمر، او لا كنزيدوا الزبيب او الماء ديال الزبيب. ما كانش هادشي هذا كامل، كنزيدو شي شويه ديال اللبن. اقول واكرر، اللبن البلدي ماشي اللبن اللي كيتباع دابا. الوغ لما نتحدث عن اللبن او لا لبن الخد، لان اللبن في القران هو الحليب، لما تبغيو نتحدثوا على اللبن ديالنا اللي كنهضروا عليه هنا دابا يسمى بلبن الخد. الوغ لبن الخد اتحدث عن الكلمه، المصطلح الصحيح هو اللبن البلدي اللي كيجي من البقر اللي هو معروف والناس الى دي معروفه، ماشي اللبن المصنع. كنزيدو هذا اللبن هذا باش كنسرعوا هذه العمليه، لكن لما مع الشعير يكون كامل او قمح كامل، يكون قمح مغربي صلب، هذه الخميره عندنا 24 ساعه كنديروها في واحد اناء، قلنا في درجه الحراره اللي هي دافئه، هذه القاعده، هذه القاعده العامه. اما ما يضاف ممكن نضيفوا لها واحد الماده يعني السكريات، يعني باش 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 هذه البكتيريا تتغذى ويتم التسريع ديالها، ممكن نديروا الزبيب، ممكن نديروا الشريحه، ممكن نديروا التمر، ممكن نديروا اللبن اللي معروف باللبن، وكتسرعنا هذه العمليه 24 ساعه كتكون واجده هذه الخميره هذه. كنديروها في واحد الاناء ديال 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 الزجاج، لما الام تبغي تعجن تعجن تاخذ النصف ديالها تقريبا، يوصل حتى 400 غرام. علاش؟ لان الامهات هذه شحال كانوا كياخذوا نسبه هي كبيره، ولما كيساليوا العجن كيهزوها عاوتاني ذاك الكميه وكيردوها في ذاك الاناء ديال الزجاج. حنا في المنطقه ديال الشمال كانوا الامهات لما البنت كتزوج الام ديالها كتعطيها الخميره. الوغ لما كتعطيها الخميره هذه عنده جوج دلالات. الدلاله الاولى هي مساله سوسيولوجيه اجتماعيه، معنات انها كتعطي لبنتها باللي واحد اللي كنسميوه حنايا المتمنيات، ان يكون هناك واحد عائله اللي هو فيها اطفال جيدين، واحد الاطفال واحد الاسره اللي هي اسره جيده. هذا الجانب السوسيولوجي الاجتماعي. الجانب الصحي هو ان هذه الام امنه بان الصحه ديال الاسره هي في الصحه ديال الام، والصحه ديال الام جايه في الصحه ديال واحد العنصر اللي كنستهلكوه بالنسبه ليا كبيره، هي الخبز. وبالتالي كنقول انا المغاربه، اقول واكرر، الامراض بدون استثناء السبب ديالها هو جهاز هضمي يعاني. وباش كيعاني الجهاز الهضمي اللي عندنا؟ يعاني بسبب اننا تخلينا على اكبر عنصر في التغذيه ديالنا هو الخميره البلديه. لما كنتغلاو على الخميره البلديه كيكون عندنا جميع الامراض وبدون استثناء. نعم، تبارك الله عليك استاذ محمد الحليمي. وغادي نرجعوا مازال ونجاوبوا على الاسئله ديال المستمعين الكرام، اللي هي خاصه بمده الصلاحيه ديال الخميره البلديه. نعم. وشنو هو المناخ الملائم لها، ملي كنحضروها فين خاصها تكون؟ غادي ناخذوا. نعم. حسنه معنا على الخط من مدينه طنجه، اهلا بك حسنه. حسنة صباح الخير. حسنة معنا؟ أيه معكم. على الله. أهلا وسهلا، مرحبا بنزيال طنجة. الحمد لله. واش مبروكة؟ علينا وعليك حسنة، مرحبا بنزيال طنجة. تفضلي حسنة، شنو هو سؤالك؟ السؤال ديالي للدكتور الحليمي، أنا الزوج ديالي عنده لا مالادي سيلياك، هو ممنوع ليه الطحين كيف ما كتعرفوا، وبغيت نعرف دابا شي وصفة كيفاش غنوجد له الخبز ديالو اللي كيتماشى مع هاد لا مالادي ديالي. واخا. نعم. نجاوبو. وكذلك الله يسر عليك الساعده جات على خاطرك، واخا خارجه شويه على 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 الموضوع ديال الحلقه. مرحبا مرحبا حسنه. الله يسر عليك، بغيت نعرف غير الاغذيه اللي ممكن يتناول باش النصران يزيد القدام، لحقاش هاد لا مالادي سيلياك اثرت له على التوازن، على الهضره، على تناسق الحركه، على جميع الحاجات
وما بقاش يمشي بوحديتو، دخل فواحد المرحله شويه صعيبه. واخا ولكن دابا الحمد لله بدا خطيوة التيتوين. ودابا كنطلب منكم الله يستر عليك، اللي جاتك الا جات على خاطرك غير تعطيوني شي وصفات اللي تقدر تكافئوا النشران ديالو. واخا ما غنعطيوكش وصفات، غنعطيوك النظام كيف ما كيقولوا سيدنا محمد. النظام الغذائي هو ممنوع عند الوصفات. انا واخا من المدمنات على البرنامج ديالكم وكنستافد منه بزاف بزاف. العفو شي كيف فرحنا غير حسنا. شحال في العمر ديال الزوج ديالك؟ راجلي باقي جون عنده 38 سنة ودابا تعرفنا على هذا المرض دابا 6 أشهر. المشكل أنه ما كانش كيعاني من أعراض، فجأة ظهر عنده هاد لي تخوبل ديال لي كيليبا فاش جاو يشوفو المرض. أوغوزمو مالوغوزمو ما شخصو لي على شي 4 أشهر، عاد عرفوا بأن لا مرض السياس هي اللي عاملة له هاد لي تخوبل. أنا قلت لك الهضرة ولات عنده ثقيلة، المشية ما بقاش عنده التوازن تماما، بزاف ديال الحاجات اللي اداو ليه الجهاز العصبي. ولكن اللي حسن الحظ ان الحجم ديال المخ بقى في المستوى ديالو. قالوا له النصران عندك، عملوا له حتى البيوبسي باش شافوا الانترنات ديالو، قالوا له صافي حنا تاكدنا بان لا مرض السيلياك هي اللي عامله لك لي تخوب ديكيليبر. دابا انا زولت له القمح، زولت له المسائل كامله اللي غتادي له الانترنات، وبغيت نعرف غير الخضر، هاد الخضر ديال الموسم اللي غتقدر تكثر له من هذيك الخميره الصديقه اللي كيف تنقولوا صاحب الانترنت باش ان شاء الله يتحسن. هما قالوا له مساله وقت ان شاء الله وغادي يحيد هذا الخبل. بغيت نعرف من الدكتور الله يستر عليك كيفاش كياثر هذا الجلوتين اللي موجود في الدقيق على الجهاز العصبي. ان شاء الله واش باقي عندنا الامل ان شاء الله بانه يزيد يتحسن. دابا انا قلت لك بدا كيقبض التوازن ديالو، ولكن خصو يمشي خطوات صغار، يعني الا كبر الخطوه ممكن يطيح. نعم، واخا حسن جاوب على سؤالك، وخلي في بالك دائما انه الامل راه موجود. اكيد الامل راه بلا بيه ما نقدروش نعيشوا نهائيا، وما تنسيش على انه الله سبحانه وتعالى هو الشافي، فحتى الدعاء كيساعد في هذه المساله يعني بواحد الطريقه اللي هي عجيبه سبحان الله. فاستاذ محمد الحلمي لو سمحتي قبل حسنه كان معنا السؤال ديال جميله. جميله سولات على ذاك الخليط اللي كيكون ما بين الخميره البلديه وما بين الخميره المصنعه، الخميره العاديه ديال الخبز، فكتسول واش كيكون شي تاثير ملي كنضيفوا ديك الخميره المصنعه على الخميره البلديه؟ نعم، انا غادي نقول هذه المساله واحد المساله اللي هي مهمه جدا للمستمعات. انا كنقول للمستمعين والمستمعات لان الامر ما كيهمش غير النساء باش نحسموا في هذه المساله. التربيه الغذائيه كتهم حتى الرجال، نكونوا هذه المسائل، لان بعض الناس كيسحبهم غير الامهات اللي معنيين بالامر، حتى الرجال. المساله ديال الخط خميره البلديه والروميه كنت حدثت عليها، كنت شرت لها واحد المره، ما فيها باش نعاودوها. مساله الخلط فوقاش خاصها تكون؟ لان باش ندخلوا الخميره البلديه كيكون التدرج، لان الاطفال ما تعودوش، لان الخبز بعد المره الخبز كيكون فيها الديغليسيريد، كيكون فيها المونوغليسيريد، فيها واحد الهشاشه، كتكون فيها واحد الهشاشه، كيديو بعض المواد كيديفو الاطفال، ما كيكونوا نوعا ما صعيب شويه اننا ندخلوا لهم هذه الخميره البلديه. الوغ شنو خاصنا نديروا؟ الا كانوا الامهات يلاه بداو، يعني كانت عزيمه وكانت اراده انها تبدا تعجن بالخميره البلديه. نعم، ما فيها باس. انا كنت قلت الناس اللي كيستعملوا الخميره البلديه ممنوع عليهم يعاودوا يرجعوا للخميره البلديه ولو غير يخلطوا الخميره الروميه. نعم، يعني ما يرجعوش للخميره الروميه. نعم، الناس اللي كيستعملوا الخميره الروميه وبغاو يديروا الخميره البلديه ما فيها باس نبداو بهذا التدرج. شنو هو التدرج؟ هو مساله الخلط. علاش؟ لان المساله الخميره البلديه كتبغي، كنقولوا حنا باش تطلع باش توجد، اولا كيف قلنا كيفاش نربيوها الطريقه، لان المصطلح ديال التربيه فعلا هي التربيه. علاش؟ لان احنا كما كنربيو مثلا واحد الشخص كيربي عنده حيوانات مثلا مربيهم في الحقل ديالو، هكا كد الخميره كتربى. علاش؟ لانها كائنات حيه. وهادشي اللي بغيت انا المستمع يعرف بان الاشياء الاخرى هي ليست باشياء حيه. الخميره البلديه علاش الناس كيقولوا مصطلح اللي هو صحيح ولكن ما كيعرفوش العمق ديالو. لما كنقولوا التربيه، شنو التربيه؟ تربيه الاطفال، تربيه الحيوان، تربيه الاغنام، تربيه الابقار. شنو التربيه؟ تعود الى واحد الكائن حي، وبالتالي ملي كنقولوا تربيه الخميره البلديه اوتوماتيكمون كنقولوا راه التربيه ديال كائن حي اللي هي بكتيريات. الوغ باش اذا كانت الاميه لا غتبدا في التدرج ما فيها باس تبدا تخلط، ما فيها باس. ولكن الاخت اللي تحدثت انها كانت كدير الخميره البلديه ومع الفران ما كاينش، ولات كدير كتخلطهم بجوج. الوغ انا كنقول الا اجتمعت الخميره البلديه والخميره الروميه كيولي المفعول 90% ديال الخميره الروميه. معناتها ما كنستافدوش، اقول واكرر،
ما كنستافدوش تماما. عافاكم حنا راه كنعطيو نقطه مهمه في الثقافه الغذائيه المغربيه في المجتمع المغربي اللي كنبغيو هاد الشعب ديالنا وهاد المجتمع ديالنا يرجع يكوننا واحد جيل صحي، لان عافاكم نحن بصدد تكوين جيل غير صحي. هاد الشيء علاش كنبغيو نرجعوا لهاد المسائل، لان حنا كناخذوا الخبز ماشي بزاف، كناخذوا الخبز لان الدراسات الحديثه كتقول المغاربه كيستهلكوا ثلاثه الخبزات، كل مغربي كيستهلك ثلاثه الخبزات في اليوم، وكنوضوا على مساله الزياده في الخبز ومساله ارتفاع الاسعار. الوغ حنا كنعطيو الحل اللي هو حل بسيط جدا، حل صحي وحل اقتصادي. الانسان اللي كيبغي يقتصد على الجانب الاقتصادي في المنزل ديالو، لان الجانب الاقتصادي مهم جدا. الوغ لا 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 لا. والجانب الاقتصادي الام كتكون عندها دور كبير جدا، لان في قديم الزمان كانت المحاسبة كتكون دائما مرأة. علاش؟ لأن الحكمة ديالها مهمة جدا. ألوغ الإنسان الحل هو حل أننا نخبزوا الخبز في المنزل ديالنا بدون أننا نجبدوا لك لي كونترانت ونجبدوا هاد العراقيل ونجبدوا هاد المسائل هادية. الأم أحسن حاجة ممكن تعطيها الطفل ديالها لما يكون صغير هي الرضاعة، من بعد أن تبدأ توجد له هاد الخميرة البلدية. قلت أنا طريقة الخلط هي طريقة غير صحية، ولكن إذا كانت بداية تكون واحد المرحلة هي قصيرة ما فيها بس. أنا بغينا الأمهات يرجعوا الخميرة البلدية 100%، لأن الأهم هما أنهم يرجعوا لهذه الخميرة هذه، وما أنهم لأن الوقاية لم سرطان لا بروستات عند الرجل ولا سرطان كذي عند المرأة. ولا بغينا نسردوا هاد المسائل هذه، نعطيو غير مثلا ناخذوا جميع الأمراض، مثلا الأنيميا. الأنيمي منين كتجي أقول وأكرر، ماشي في نقص الحديد. إذا كان مثلا شي دولة أخرى ممكن تقبلوا هذه النقطة هذه، أما المغاربة ليس لهم نقص الحديد، لهم نقص امتصاص الحديد. نعطي شنو الأهمية ديال الخميرة البلدية، لأن بزاف الناس كيتحدثوا على الخميرة البلدية الفيتامينات واملاح معدنيه. الخميره البلديه ما فيهاش املاح معدنيه، ولكن تحرر. كيفاش تحرر؟ هو الميكانيزم اللي غادي نشرح. بالنسبه للانيميا، كلشي كيتحدث على فقر الدم نقص الحديد، وهذا خطا كبير جدا. علاش؟ لان نقص الزنك هو من يحول الحديد الغذائي الى حديد الدم الهيموغلوبين. داكوغ؟ الوغ الحديد كيكون حديد غذائي خصو يتحول لحديد الدم اللي هو الهيموغلوبين. علاش؟ لان بوجود الزنك، الا ما كانش الزنك ما غاديش يكون عندنا هاد ها هو الزنك كاين في الجسم، ولكن الا كان مشدود. الوغ ان نعطي مثال، الخميره البلديه الغذاء الوحيد في الطبيعه اللي فيه واحد الانزيم يسمى بأنزيم الفيتاز. علاش؟ لأن الخبز مثلا الشعير ولا القمح ولا الذرة ولا الخرطال ولا داكشي اللي كنوجدوا منه الدقيق كامل بجميع الأنواع ديالو، فيه واحد المادة من الألياف، هي تصنف من الألياف، هي مادة طبيعية، أدايوغ هي مادة طبيعية موجودة كألياف غذائية تسمى الفيتاز. هاد الفيتاز كتشد عندها، كتشدو أنا أقول بشكل مباشر، كتشد عندها الكالسيوم، كتشد عندها المغنيسيوم، كتشد عندها الزنك، كتشد عندها الحديد، كتشد عندها المونغانيز، وكتشد عندها الفوسفور، كتشد عندها الكالسيوم. هادو كاملين كتشدهم عندها. الوغ ها هما دخلوا للجسم، ولكن هما غير محررين. شكون اللي كيحررهم؟ كتحررهم هاد الانزيم اللي كاين سميتو الفيتاز، هو اللي كاين في الخميره البلديه. معناته ان جميع الامراض بدون استثناء تقدر تكون اذا ما كانتش في الخميره البلديه. وجميع الامراض يعني كتلخيص، غياب الخميره البلديه كل الامراض، حضور الخميره البلديه وقايه من كل الامراض. نعطيو المثال الثاني، مثلا هشاشه العظام كلشي اليوم كيتحدث على الكالسيوم. الوغ ماشي غير الكالسيوم، هشاشه العظام هي مجموعه تشتغل. شنو هي؟ هي المغنيسيوم، هي المونغانيز، الكالسيوم، هي الفيتامين دي. هادو ما كاملين هي المجموعه التي تشتغل، زائد العضله، لان الاسلام والقران الكريم ما كيتحدثش في هشاشه العظام غير على العظام، يتحدث حتى على العضله. وبالتالي المسألة أخرى مسألة مهمة جدا. ناخذ مثلا اكتئاب. اكتئاب ني كيجي نقص من الكالسيوم، نقص الفوسفور، نقص الفيتامين دي، نقص المغنيسيوم. الوغ إلا ما كانوش هاد العناصر هذه التي تسمى، شوف الله سبحانه وتعالى عطانا الحاجيات بسيطة، ولكن الأهمية هي أهمية كبيرة جدا. الوغ إلا ما كانوش هاد العناصر كيكون اكتئاب. مرض السكري، الناس اللي عندهم السكري كيحتاجوا طاقة. الوغ الطاقة ما غير محررة. علاش؟ لأن الخميرة الرومية ما كتحررناش فيتامينات جروب بي. كذلك بالنسبة للناس اللي عندهم المناعة، الناس اللي عندهم الحساسية وعندهم الربو، المرأة باش تكون عندها واحد القوة، الامراض ديال الجهاز العصبي، منها جميع الامراض اقول بدون استثناء، الامراض ديال الجهاز الهضمي اللي مثلا الاخ سي اش ومرض كرون والقولون العصبي والامساك والاسهالات، هذه كلها امراض وقايه منها الخميره البلديه. وكذلك البشره،
الناس الامهات اليوم كلشي كيقلب على البشره الجيده، كنقولوا لنا سيروا للباديه، سيروا للباديه وشوفوا الام والمراه البدويه اللي كتستهلك الخميره البلديه وكتستهلك الزبده البلديه وكتستهلك السمن، شوفوا البشره ديالها وسولوها شنو كدير، غتلقاوها بانها مسائل بسيطه جدا بالفعل. ومن البساطه ياتي الجمال. نعم غادي نرجع لعندك دائما الاستاذ محمد الحليمي الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه اكيد في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، وحنا كنتكلموا على الخميره البلديه على ميد راديو دائما الاذاعه القريبه منكم. فاصل ورجع عين ما تمشيو. الخميرة البلدية عنصر غذائي مهم في الاستهلاك اليومي ديالنا، والأهمية ديالها جاية من قيمتها الغذائية الكبيرة، بشرط أن تحضيرها لازم يكون بطريقة صحية وصحيحة، واللي هي خلط إما دقيق القمح أو دقيق ديال الشعير أو خلطهم زوج، مع إضافة إما الماء ديال الزبيب أو الماء ديال الشريحة أو الماء ديال التمر، أو لا كنقدروا نعوضوهم بإضافة اللبن البلدي الطبيعي باش كنسرعوا من تخمر الخميرة البلدية. وخلطهم لازم يكون إما في إناء ديال الزاج أو إناء ديال الطين، وممنوع منعًا كلياً استعمال إناء ديال البلاستيك، وعادة كنحسبوا 24 ساعة وهكذا الخميرة البلدية كتكون جاهزة للاستعمال. والحرص هنا لازم يكون على أنه بعد ما الإنسان كيتعود على استعمال الخميرة البلدية ما خصوش يرجع لاستهلاك الخميرة المصنعة أو للخميرة الرومية، وما نفكروش في المزج ديالهم بزوج نهائيا، لأنه الخميرة الرومية كتمنع الجسم ديال الإنسان من أنه يستفد من كل الفوائد والقيمة الغذائية الكبيرة اللي هي موجودة في الخميرة البلدية. كانت هذه فقط نصيحة اليوم على ميد راديو. مرحبا بتواصلكم معنا على 0522 46 72 50 51 أو 52، الرقم 5080. كنذكركم دائما كتبوا كلمة صحة في أول SMS أو الرسالة اللي غادي تبعتوها، خلوا فراغ صغير وبعتوا بسؤالكم للرقم 5080، وإن شاء الله كل تساؤلاتكم نجاوبوا عليها في الحلقة ديال اليوم مع الأستاذ محمد الحليمي الأخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. إلا سمحتي أستاذ الحليمي نرجعوا للسؤال ديال حسنة من طنجة اللي كانت تواصلت معنا وسولت على النظام الغذائي اللي غادي يكون مواتي بالنسبة للزوج ديالها لأن شرحت لنا المرض ديالو، فشنو النصيحة اللي تقدر تعطيها أستاذ الحليمي؟ نعم كنا هدرنا ودرنا حلقة خاصة على المرض السلياك ولا مرض كوليك أو ما يسمى بالمرض الجوفي. شنو هو هذا المرض الجوفي؟ هو عبارة كيكون واحد الالتهاب على مستوى الأمعاء كيخلي لما كيكون هناك التهاب ما كيكونش عندنا امتصاص، لان اكيد غادي يكون ما كيكونش هناك امتصاص. وكاين اليوم بعض الامراض كدير نفس المفعول، منها الامراض القولون العصبي ومنها الناس اللي ما كيستعملوش الخميره البلديه. نقص عندي بلي انا كبعض الاشخاص اليوم كيقول لك انا عندي عياء وعندي ضعف عام، كنمشي عند الطبيب كندير تحاليل طبيه ما كنلقى عندي حتى شي حاجه، ولكن بورتون عندي انا ضعف عام. هذا ملي كيجي من حموضه الدم، كيجي من الاكسده، وكيجي عدم استهلاك الخميره البلديه. داكوغ. الوغ المرضي السلياك بالنسبه لهاد الناس كيكون عندهم نقص في الفيتامينات، ناس لانه خاصه فيتامين بي 12 فيتامين بي 6 وفيتامين بي 1. داكوغ. الوغ هاد النقص ديال هاد الفيتامينات، لان كنعرفوا حنا الفيتامينات جروب بي هي اللي كتخرج لنا الطاقه من الجسم، هذا المفهوم، هي اللي كتخرج الطاقه. الوغ ما كتخرجناش طاقه كيكون ضعف عام، كيكون واحد الضعف اللي هو عند الجهاز العضلي ديال الشخص وما كيقدرش يتحرك. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه كيكون نقص المغنيسيوم كالسيوم فوسفور فيتامين دي. الوغ هنا شنو كيوقع؟ كيوقع عندنا مشاكل على مستوى الجهاز العصبي، لا في الحركه ولا في 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 في, في, في التنسيق بين الاعضاء والجهاز العصبي، ويقدر يكون عندنا مشاكل وهي اللي تحدثت عليهم الاخت. الوغ هنا شنو هو الحل؟ كنقول لنا كنا قلناه لا مرارا وتكرارا، قلنا الناس اللي عندهم مرض السيلياك كاينه واحد الماده تسمى الجلوتين. هذا الجلوتين فيه كاينه في الشعير وكاينه في القمح وكاينه واحد شويه في الخرطال. الوغ هذه الماده خاصها تبعد تماما، تبعد اقول واكرر، تبعد تماما بالنظام الغذائي ديال هاد الاشخاص هادوما. شنو الناس هادنا شنو خاصهم ياخذوا؟ اولا داك القسعه اللي كتعجن فيها الام خاصها تكون ديالهم بوحدها. علاش؟ لان غير لا تخاص ديال هاد الماده الجلوتين ممكن ديكلونشي هاد الكريز اللي كتكون عند هاد الناس هادوما، وممكن تسبب لنا مشاكل. الوغ باش يكون عندنا واحد ريكوبيراسيون اللي هي تدريجيه وجيده، حتى الماكينه، لان بعض الناس كيقول لك انا كندير الماكينه ديال الزرع، كنمشي كنطحن الزرع ديالي نهار الحد مثلا، مول الماكينه كيطحن مثلا الذره ولا كيطحن مثلا الروز. لا، علاش؟ لان احنا ما خصناش هذيك الماده تقيس واحد الماده دازت فيها الجلوتين، ماده الجلوتين اللي هو كاينه في الدقيق. معناتها كنقولوا للامهات شنو كنقولوا لهم الحل؟ كاينه في الباديه واحد جوج الحجرات، هذه شحال كانوا كيطحنوا بها الناس الفول ويطحنوا بها الطحين ويطحنوا بها الشعير. هذا الشيء هذا الحل الترقيعي كما كنقولوا، اللي ما للاسف ما كنلقاوش الحل. كنصيفطوا الامهات للبوادي باش كيطحنوا هذه الكميه اللي كتقصد استاذ الحليمي الرحه تماما، هذيك الرحه اللي كتكون جوج حجرات. هذاك هو الحل اللي كنلقاوه باش ما يديوش الماكينه ويكون عندهم واحد بعض المشاكل. كذلك القصعه اللي كتعجن فيها الامهات تكون خاصه بالطفل. الاواني اللي كدير فيها الحلويات اللي هي مصنوعه فقط من الذره
ومن من 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 الروز، لان كنعطيوهم حنا الخبز ديال الذره والخبز ديال الروز، مع العلم ان الخبز ديال الذره ما كتخمرش بزاف. علاش؟ لان الجلوتين هو داك اللي كتعطينا داك المفعول المطاطي اللي كيكون عند الخبز. وكتعلاش علاش الخبز ديال الشعير ما كتكبرش بحال الخبز ديال الدقيق؟ لان الشعير فيه جلوتين اقل من الدقيق، داك الماده الجلوتين هي اللي كتعطينا داك المفعول المطاطي ديال الخبز اللي كيخليها تجبد. الوغ ما كايناش في الذره اكيد ما غاديش تخمر بواحد النسبه اللي هي كبيره، هادشي علاش كيلقاو الامهات كيلقاو الخبز ديال الذره كتكون رقيقه. الوغ كنسمحوا لهم حنا فقط بالذره والروز، التحضيرات اللي هي تحضيرات فيها الذره والروز. المواد المصنعه بدون استثناء ممنوعه منعا كليا. علاش؟ لان داك المراحل اللي كيتم التصنيع فيها هذه الماده يقدر يكون فيها دازت ماده الجلوتين، وهذا الشيء اللي كنخافوا منه حنايا، وبالتالي هذا هو النظام الغذائي. اما بالنسبه للخضر والفواكه الا كانت طبيعيه، الجلوتين لا يوجد في هذه الماده هذه، لان هاد الناس هادو يقدروا يكونوا غير خداو غير لاتخاص مثلا دايزين غير حدا واحد، وحتى الذره المساله ديال الذره وفي كنخزنوها تكون بعيده تماما على الدقيق العادي، لان هذاك الغبار ممكن يوصل لهاد الماده هذه. حتى ماده الخرطان، ماده الخرطان ما فيهاش نسبه الجلوتين عاليه، ولكن طريقه الزراعه كتكون ديما قريبه للزرع، الوغ كتشد هذيك الماده الجلوتين، هادشي علاش كنبعدوها على هاد الناس هادوما. الوغ المواد المصنعه بدون استثناء لا 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 ياخذوا مواد طبيعيه. اقول الخبز فقط يديروا الخبز ديال الذره ولا الخبز ديال الروز، زائد يديروا هاد الطريقه ديال العجين تكون اواني ديالهم خاصه بهم، الطريقه ديال الطبخ تكون اواني خاصه بهم، والطريقه باش نطحنوا هاد المواد تكون اواني خاصه بهم. وكاينين الحمد لله عندنا في المغرب جمعيات اللي كيعطيو واحد توعيه غذائيه في هذا الاتجاه هذا، واللي كتكون بالتفصيل، وحتى كيوصلوا انهم يعطيوهم بعض الطريقه طرق تحضير داك الكيكات والحلويات، لان كل ممنوع مرغوب هاد الناس حتى هما ما كنساوهمش، باش يعطيوهم بعض الطرق اللي هي طرق غذائيه لي تكنيك كولينير، باش انهم يوجدوا هاد الوجبات هادو. نعم، نمشيو نتواصلوا هاد مع خديجة معنا على الخط دائما من شمال المغرب مدينة تطوان. أهلا بك خديجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفتي أختي لاباس؟ الحمد لله، مرحبا بك لالا خديجة. الله يبارك فيك. كيف الدكتور ديالنا؟ كنشكرو بزاف على هاد النصائح اللي كيعطينا. مرحبا لالا خديجة. الله يبارك فيك. كتهضروا على الخميرة البلدية، أنا كنصاغب أختي بيدي وكنعجن بها دائما، ما كنقطعش من الدار ديالي. وكنعجن بالطحين كامل دائما. دابا أنا الخميرة البلدية أنا وليت كنعطيها الجيران كيعجنوا بها، كنعدلها بيدي، كنصاغبها هذا بالحامض أو باللبن. ودابا المشكل اللي كنعجن بها أنا بوحدة كتجي الخبز حامضة، العيال ما كيبغوش ياكلوها لي. ودابا وليت كنعمل معها شوية الخميرة الرومية. ودابا الله يجازيك بخير سولة، دابا واش هذا نقطع ديك الرومية ولا كيفاش؟ واخا لالا خديجة، أنا كتعجبني هكداك حامضة، والعيال ما كيبغيوها لي شي. وليت دابا ديالي كنعملها بوحدة، أيه، وديالهم كنعملها لهم هكذا، كنزيد لهم فيها الرومية. واخا لالا خديجة، نجاوب على سؤالك. العفو، شكرا لك بزاف، الله يرحمها. العفو يا رب، أمين. هذا واجب علينا لالا خديجة، شكرا لك. وربما يلا التحقتي لينا في الاستماع، لأن أستاذ محمد الحليمي كان شار لهذه النقطة، ولكن ما فيها بس نرجعوا نذكروا بها مرة أخرى. أستاذ الحليمي، لالا خديجة ربما حال بزاف ديال الامهات اللي كتقول لك مثلا انا والزوج ديالي مفهمين هذه المساله وعارفين القيمه الغذائيه ديالها، فما كيبقاش يهمني المذاق بقدر ما كتهمني القيمه اللي كناخذ واللي كنعطي للذات ديالي. ولكن الولاد الصغار صعيب مثلا نشرحوا لهم هذه المساله، فما كيتقبلوش ذاك المذاق ديال الخميره البلديه، خصوصا كيف ما قلتي الا كنا واحد السنوات عودناهم على واحد المذاق كنشوف فجاه وكنعطيهم واحد المذاق اخر ديال الخميره البلديه. هنا شنو الحل استاذ الحليمي؟ اولا الاخت قالت كتفرق الخميره البلديه، هذه للجيران صدقه جاريه، هذه صدقه جاريه. عندها الاجر اكيد. نعم، هذه اكيد، هذه هي الصدقه الجاريه، يعني اكيد اذا كانت عندها هذا الشيء اللي كديروا راها صدقه جاريه، ما فيهاش يعني الحمد لله ان كما كيقولوا عندها باش الانسان يدير صدقه. الوغ النقطه الثانيه، المذاق هو يربى، حنا كنربيو المذاق ديالنا. هادشي اش كنقول للامهات، انا اعطيو لولادكم الرضاعه الطبيعيه، لان لما كتعطيه الرضاعه الاصطناعيه الطفل كيتربى على المذاق الحلو، اكيد من بعد ما غاديش ياخذ المذاق يربى. والشيء اللي قلت انا، مثلا الشخص الا بغى يحيد مساله مثلا السموم البيضاء بدون استثناء، الا بغى يحيد مثلا نقولوا غير السكر، اكيد ما غاديش يجي بين عشيه وضحاها ويحيد السكر. غادي يكون واحد الطريقه ديال التدرج. شنو هي الطريقه؟ لان حنا الكائن البشري كنعرفوه، لان سيدنا ادم السبب الهبوط ديال الارض هو مساله شهوه الاكل. موسى عليه السلام القوم ديالو كذلك كانوا، كان الله سبحانه وتعالى عطاهم المن والسلوى،
الملوس وكانوا كياخذوها من السماء، كيشدوا السماء كياخذوا الاكل موجود. وإذ قلتم يا موسى لا نصبر على طعام واحد فدعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت أرض الأرض من بقلها وقتائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. يعني كانوا كياخذوا المن والسلوى ما اقتنعوش، بغاو ياخذوا شي حاجه ادعوا لنا ربك. يعني هاد المسائل هذه ما كايناش القناعه عند الانسان، وبالتالي حنا كنقولوا هاد الشيء عارفين احنا في الكائن البشري، احنا عارفين يعني الجهاز العصبي ديال الكائن البشري في هذا العصر عارفين الانسان شنو كيدور فيه. وبالتالي احنا ما كنقولوش الناس بين عشيه وضحاها حيدوا السكر، بين عشيه وضحاها حيزيدوا الخميره البلديه. التدرج يعني الانسان، لان الناس القديمه دي شحال كانوا كيعرفوا المذاق ديال الخبز الحامض. اليوم الا عطيتي لواحد الشخص اللي كنقولوا حنا في العصر ديال اليوم عطيتيه الخبز الحامض، يقول لك هذا الخبز خايب كما كنقولوا حنا، خاسر، ربما استوفى المده اللي خاصو يتسالك فيها، ولا هذا ماشي ولا هو شيء صحيح. وبالتالي الخميره البلديه قلت انايا نبداو بالتدريج نعودوا الاطفال، لان الخبز الخميره البلديه فيه هذاك المذاق الجيد، ولكن الجانب الحامضي المذاق الحامضي، لان البي اش ديالها كيكون كيتراوح بين 4 و3.5 الوغ المذاق حامضي، هادشي علاش كيكون هذا المذاق هذا ما ربما مع الناس ما كيتقبلوش. ولكن الا كان بالتدريج، انا قلت في الدول ديال الولايات المتحده الامريكيه وفي ايطاليا وفي المانيا كاين الناس كيستهلكوا، اقول فقط كيستهلكوا الخميره البلديه، ما كايناش هاد الخميره هذه، كاينه فقط الخميره البلديه. علاش؟ لان عرفوا الاهميه ديالها. وبالتالي انها تبدا بالتدرج، الانسان يبدا بالتدرج ولا توصل، لان انا بالنسبه لي التدرج ماشي مشكل، ولكن خاص الام توصل لواحد المرحله اللي تبقى دير الخميره البلديه فقط، اقول الخميره البلديه فقط. وكنقول واكرر باش 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 نلخصوا هذا الشيء اللي داز كامل، صحه المغاربه كاينه في الخميره البلديه. يعني هذا هو ملخص ديال النظام الغذائي المغربي، لان كناكلوا الخبز هنايا، الو خاصنا الخميره البلديه. رجعوا عفاكم كنقول الامهات، رجعوا النخاله ورجعوا الخميره البلديه، وان شاء الله غادي يكون هذا الشيء هذا غادي يكون عنده واحد المنفعه كبيره على هذا الجيل الصاعد. نعم، هو دابا كنتمنوا ان شاء الله استاذ محمد الحليمي غادي يرجعوا لعندك مازال، ولقائنا متواصل مع كل الاوفياء على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم في برنامج صحه وسلامه. فاصل اعلاني وراجعين، خليكم معنا. مرحبا، تواصلكم معنا دائما على 0522 46 51 أو 52، الرقم 5080. دائما كتبوا كلمة صحة، خليوا فراغ صغير وبعثوا بسؤالكم للرقم 5080. قبل ما غادي نمشيو باش ندرجوا كذلك بعض من الرسائل الاسماس، ونجاوبوا إن شاء الله على التساؤلات ديال كل المستمعين الكرام اللي توصلنا بها عن طريق رقم 5080 مع الأستاذ محمد الحليمي الأخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. ناخذوا أمينة معنا على الخط. أهلا بك أمينة. أهلا، صباح الخير أخت. أهلا وسهلا الله يخليك. أنا اتصلت صغير باش نسول الدكتور، أنا كنوجد الخميرة بلدية وكندير فيها التومة، كنخلط العجينه ديالها ونخشي فيها دريس ديال الثومه وكنخليها واحد 24 ساعه، بغيت نعرف واش الطريقه صحيحه ولا لا. واخا امينه، انت ملي كديري الثومه فاش كتفكري شنو هو الغرض علاش كديري الثومه؟ كتخمرها ليا. باش كتخمرها؟ باش كتخمرها، وملي كنعجن بها كتكون في هذيك ديك الحموضه هذه باش كنوجدها بها. وبغيت نعرف واش طريقه صحيحه نكمل بها ولا نحبس. واخا لاله امينه، نجاوبوا على سؤالك ان شاء الله. ناخذوا عبد الله كذلك معنا على الخط من مدينه فاس. اهلا بك عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك، بغيت الاستاذ نسقسي على واحد المعلومه. مرحبا عبد الله، شنو هو غير الا سمحتي الراديو اللي حداك اطفيه ولا بعد عليه ورجاء سمعنا من التليفون. شكرا. دابا عينه دابا في المراه باش تعجن يعني غير بالخميره بلدية 100%. أييه. كتخلطها. قلت لها يا ودي أنا عندي واحد المعلومة، أنه هاد الخميرة كيدخلوا فيها ذاك الملحة ديال الزرع ديال الأمونياك. واش هاد المعلومة صحة ولا لا؟ واخا إن شاء الله نشوفوا هاد المعلومة مع أستاذ محمد الحليمي. جاو عندنا شي ناس واحد الوقت كنت كاتبها في هاد الشيء ديال الانجليات وهذا. أييه. كيطلبوا منا ذاك، كيطلبوا منا واحد هذا مدير معمل الخميره، طلبوا منا واحد العدد كبير ديال القناطير. ملي قلت لهم اودي باش واش هاد الشيء كتستعملوه الزرع ولا هذا، قال لي اودي لا، كنكبوا عليه الخميره، ما جاتنا شيء من الخارج، ودابا عندنا الخصاص. فهمتيني ولا لا؟ واش هاد المعلومه صحيحه ولا اذا كانت غنجاوب عيانه هذا الخميره عيانه. نجاوبوا ان شاء الله على سؤالك. طبعا عبد الله تواصلتي معنا من مدينه فاس، وان شاء الله كل اسئلتكم على الاستاذ محمد الحليمي الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. نمشيو للسؤال ديال امينه الا سمحتي استاذ الحليمي. الخميره البليه ملي كتحضرها كتعمل فيها داك الدريس ديال الثومه، قالت بغرض باش تخمر دغيا.
نعم جيد جدا كما قلنا الثومه ولا اللبن، ولكن اللي كيدير الحامض جيد جدا. الثومه واللبن والحامض لا الشريحه ولا التمر ولا الزبيب، هادو من هادو ماشي هما اللي كيعطيو البكتيريا اللبنيه ولا البكتيريا لاكتيك، هادو كيزيدوا يسرعوا لنا عمليه ديال انتاج البكتيريا، وبالتالي وجود هذه المواد هذه، هذه المواد كتبغيها البكتيريا، عزيز عليها البكتيريا وكتبغيها، كيكون واحد انتاج. وباش كنعرفوا الامهات باش يعرفوا بان هذه الخميره ولدات، انا قلت في ذاك كتظهر لنا واحد الذبابه، لان بعض الناس كيشوفوا كيصحابوا مراه الخميره خسرت، لا الخميره في السطح ديالها كدار واحد الذبابه تقريبا بيضاء تسمى بذبابه الخل، هنا كنعرفوا بان هذه الخميره راها وجدات. واضافه الثومه ولا اضافه الحامض ولا اضافه شريحه التمر الزبيب، هذه المسائل هذه كامله جيده جدا، بالعكس حنا ما عندناش مشكل. نعم بالنسبه للسؤال ديال عبد الله من فاس. نعم الوغ السؤال ديال الاخ، نعم هو نوعا ما عنده الصح في هذا المسألة. نعم هو قال معلومه بغي يتاكد منها واش فعلا نعم. صحيحه ولا لا وصل لحين. نعم هي كاينه معلومات، ولكن احنا كنتحدثوا على الخميره البلديه، ما كنتحدثوش على منتوج اخر، لان هذا المنتوج اخر الا جينا نخوضوا فيه هو منتوج مصنع باش من لان كاين اشياء اخرى بلا ما نحتاجوا نقولوها، كما كنقولوا بلا ما نحتاجوا نقولوها، احنا فقط نتحدث عن الفوائد ديال الخميره البلديه، والمستهلكه ولا المستعمله كيبقى له الاختيار، لان احنا لا نجبر احد، احنا فقط نثير انتباه، وما عندناش واحد الخلفيه، عندنا خلفيه توعويه تكون عندنا صدقه جاريه، هذا هو المهم ديالنا، وكنبغيو الصحه ديال المغاربه، وهذا الدور ديالنا احنا، ماشي كنحسوا اننا كنديروه يعني بواحد، كنحسوا ان هذا دور في المجتمع، الدور التحسيس والتوعيه. الخميره البلديه لا مقارنة مع الخميرة الأخرى، لأن الخميرة البلدية قلت هي شيء حي، والجسم هو جسم حي خاصه ياخذ أشياء اللي هي أشياء حية، لما الشخص كياخذ حلويات هذه ليست بأشياء حية، لما كياخذ تفاحة هذا شيء حي، علاش؟ لأن إلا خصني نخلينا ذاك التفاحة كتفسد، معناته أن هذا الشيء هو حي، إلا خلينا هذاك الحلوى ما كتفسدش الصلاحية ديالها، ربما كتصبر حتى لثلاثة سنوات ولا واحد المدة اللي هي مدة طويلة جدا. غير الأمهات اللي كي هذه المسألة الخميرة، أقول أنا لا وجود، الفرق بين الخميره البلديه والخميره العاديه هو الفرق بين السماء والارض وربما اكثر. نعم واضح استاذ محمد الحليمي، اللي سمحتي معنا الكثير من رسائل اس ام اس، وبغينا نرضيو الخواطر ديال المستمعين الكرام اللي كيتواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080. معنا اس ام اس من عند مستمعه كتقول طريقه الحفظ ديال الخميره البلديه استاذ الحليمي، واش نخليها في الثلاجه ولا برا الثلاجه؟ نعم الخميره البلديه لا توضع في الثلاجه. نعم المساله هذه باش الامهات يعرفوها، نديروها في واحد الانيه ديال الفخار ديال الطين ولا في انيه ديال الزاج، ونحطوها في واحد المنطقه اولا ما يكونش ضارب فيها الضوء، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه تكون في واحد المنطقه اللي هي دافئه وما تكونش بارده بزاف، واخا ما يبغيو الامهات يعجنوا يشدوا هذيك الكميه كامله ولا النص ولا تقريبا تكون 400 غرام، ويديروا كميه كبيره، يديروا كميه كبيره يحطوها في العجينه يعجنوا مثاليو، ومن يساليو يقربوا يعني يوصلوا كما كنقولوا حنا الدارجه ديالنا يوصلوا يقرصوا، قبل ما يديروا هذه يشدوا ذاك الخميره ويديروها في الدقيق، يدوروها بالدقيق، لان ضروري خاصنا كما كنقولوا بالدارجه نمرمدوها في ذاك الدقيق، ونحطوها في ذاك الاناء ديال الزجاج، ونخليوها في واحد المنطقه اللي هي دافئه، لان البكتيريا اللبنيه عزيز عليها الدفء، علاش الامهات لما كيعجنوا كيحاولوا يغطيو ذاك العجين مزيان، علاش؟ لان باش نسخنوا ذاك العجين، لان حراره ضروري نطلعوا الحراره، وباش ما نخليوش الاكسجين يدخل، باش تكون عندنا فيغمونتاسيون، يكون عندنا تخمر بشكل جيد. وكنقولوا للامهات راكم نسيتي واحد المساله، بقاو ديروها شويه ديال النافع، شويه ديال حبه حلاوه، زيدوها في الخبز كيبغيوها الاطفال، نديروا هذه المسائل جيده جدا. الوغ نديروا الاطفال حبه حلاوه والنافع، نديروها في الخبز كيبغيوها الاطفال وحتى الناس الكبار، والناس كيبغيو هذه النسمه ديال النافع وحبه حلاوه، نحاولوا لان الناس القدام انا كنحترم الناس قدام، ومساله جيده جدا، يعني هذه المسائل هذه كانت عندنا في الثقافه الغذائيه نحاولوا نحيوها، احنا ماشي كنعطيو الجديد، احنا فقط نثير انتباه ونشد انتباه ديال واحد العادات اللي بدات كتضيع في المجتمع المغربي، هذا هو الهدف ديالنا من هذا الحق. نعم بالفعل، وما احلى الخبز لما كيكون منسم استاذ محمد الحليمي كيف ما قلتي، اما بالنافع ولا بحبه حلاوه. معنا اس ام اس من عند نبيله من سطات كتقول لك استاذ الحليمي واش نقدروا نديروا الخميره البلديه في الحلوى؟ نعم داكوغ، هذه مسألة مهمة جدا. ألوغ إلا وصلوا الأمهات أنهم يديروها في الحلويات، حنا كنقولوا اليوم عصر السرعة، غير الأمهات خصهم يصبروا شي شوية، علاش؟ لأن الأمهات أنا إذا بغات تعجن الخبز ولا دير أي حاجة باش تخمر لها هذه المسائل هذيا، الأمهات اليوم علاش السؤال المطروح هو أننا علاش اتجهنا للخميرة هذه؟ لأن السرعة واحد المدة قصيرة كتخمر الخبز، هذه شحال الأمهات كانوا كيحطوها في الفجر كيطبخوها حتى لعشرة الصباح حتى للضحى.
ماشي في الصبح في الضحى، لان بعض الناس يبقى يعطيو شي مصطلحات راه فرق كبير بين مصطلح الصبح ومصطلح الضحى. هذه المسائل هذه راه حسن فيها القران الكريم، وبالتالي الناس اللي بغاو يعجنوا مثلا الخبز الخميره البلديه يديروها في الليل، يخمروها في الليل ما فيها باس، يعجنوا في الليل ويخمروها في الليل ويخليوها حتى الصباح. اكيد اقول اكيد، لان بعض الامهات كيقول لك انا ما كتخمرليش، ضروري كنضطر نزيد داك شويه. إذا زدتي غير شويه ديال الخميره الاخرى ما تبقاش تقول بانك عندك خبز ديال الخميره البلديه، هذه ليست بخبز ديال الخميره البلديه. نعم. معنا كذلك أستاذ محمد الحليمي اسمس من عند لطيفة من مدينة أكادير، من عند مريم من مراكش، ومن عند أم حسيبة كذلك من سيدي قاسم، كيقول لك رجاء هو طلب منه أستاذ محمد الحليمي باش نعاودوا الطريقة ديال تحضير الخميرة البلدية في الدار، وبها غادي نختموا إن شاء الله لقاءنا في برنامج الصحة والسلامة. فإذا سمحتي نرجعوا نشرحوا لهم الطريقة تدريجيا أستاذ الحليمي إن شاء الله باش يدونوها معنا. نعم، قلت انا الخميره البلديه هو المبدا اللي كنقلبوا عليه حنا. وشنو كنقلبوا؟ هو المبتغى في الخميره البلديه شنو هو؟ هو البكتيريا اللبنيه، هي البكتيريا لاكتيك، شي حاجه حيه. ماشي كنقولوا حنا التربيه كنربيو الخميره البلديه، معناها فيها شي حاجه حيه. الو هاد البكتيريا اللبنيه ملي كتجي؟ كتجي من التخمر ديال النشويات. علاش كنقول انا هادشي؟ باش غنعطي القاعده العامه وكل واحد يدير الطريقه اللي عجبته. فقط تكون مواد طبيعيه، اقول واكرر تكون مواد طبيعيه. الطريقه شنو هي؟ كنشدو نشويات. شنو هي النشويات؟ اما القمح، اما الشعير، واقول القمح الكامل والشعير الكامل يعني بالنخله ديالو. اما القمح اما الشعير، واحد الكميه ديال كيلو ولا 500 غرام، نص كيلو ماشي مشكل، مهم ديروا كميه كبيره في واحد الاناء. هذه الشروط، في اناء ديال الزجاج ولا ديال الطين، ونديروا الشعير ولا نديروا الدقيق الكامل بالنخله ديالو ولا نخلطهم بجوج ما فيها باس، زائد الماء. ممكن نديروا الماء، الوغ هذه القاعده، غير الماء مع الدقيق ديال الشعير ولا ديال القمح، نخلطوهم بجوج، نديرهم في واحد الاناء، نحطهم في واحد المنطقه اللي هي عتمه اللي ما فيهاش الضوء، زائد واحد المنطقه اللي هي دافئه، ونخليوها 24 ساعه، كطلع لنا واحد الذبابه على السطح ديالها تسمى ذبابه الخل. علاش؟ لان كتبغي هذه كتبغي حمض الاسيتيك، الوغ كطلع لنا هذه الذبابه كتكون لنا. الا بغينا نسرعوا الخميره كنزيدوا اما الثومه، كنزيدوا الحامض، كنزيدوا اللبن، اقول اللبن الطبيعي، اللبن لبن الخد اللي هو اللبن اللي كنعرفوه، كنزيدوا اما الشريحه ولا الماء ديال الشريحه، اولا التمر ولا الماء ديال التمر. اسمح لي هنا استاذ محمد الحليمي، كان سؤال ديال مريم من مراكش، كتقول لك بغيت نعرفوا الشريحه ولا التمر ولا الزبيب، اشنو كتغليهم في الماء وكتاخذ الماء ديالهم؟ نعم، اما الماء ديالهم، اما كنديروا واحد الطريف ديال الشريحه في حد ذاتها. أيه. حد ذاتها كنديروا. علاش الشريحه؟ لان يعني الشريحه حلوه، التمر حلو، هاد المسائل حلوه. البكتيريا، هاد البكتيريا اللي كنقلبوا عليها كتبغي تتغدى. علاش كتتغدى؟ كتتغدى على هاد السكريات، وكتعطينا خميره بلديه وكتسرع. هذا باش كنسرعوا. وهذه طريقه راقيه كانوا كيستعملوها الناس هذه شحال. كنقول انا عافاكم للحديث باقيه، ورجعوا للنخاله ورجعوا للخميره البلديه، وتذكروا دائما ان الداء والدواء في الغذاء، والمرض والد والشفاء مطلوب، والوقايه خير من هو اجمل ما كنختموا به دائما لقاءنا معك الاستاذ محمد الحليمي. وكنتمنى ان شاء الله نكونوا شفينا الغليل ديال المستمعين الكرام اللي كانوا دائما كيلحوا وكيطالبونا باش نتكلموا على الخميره البلديه. كنتمنى ان شاء الله انه المعلومات كانت كافيه ووافيه في الحلقه ديال اليوم. ان شاء الله موعد جديد مع موضوع جديد كيهم الصحه والسلامه ديالكم في الحلقه ديال يوم الاثنين. وما تنساوش كذلك موعدنا يوم الاثنين غادي يكون مع الاستاذ محمد الحليمي الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، لانه موعدنا معاه كيكون مرتين في الاسبوع، يوم الاثنين ويوم الجمعه. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد، كانت معكم وراء الميكروفون سعيد عقال، رفقتني في الإخراج وسميحة كانت في استقبال. مكالمتكم الجمعة مباركة إن شاء الله، إلى اللقاء.